وصفة البطاطس المقرمشة، ازاي ان انا اعمل البطاطس مقرمشة. اجيب بطاطس واغسلها، وبعد ما اغسلها انشفها بالشكل ده بحيث ان هي تنشف تماما من المية، واقطع. واكمل تقطيع. بعد ما البطاطس جهزت معايا وقطعناها، بمنديل انشفها كويس جدا. بعد ما نشفناها كويس قوي عن طريق مناديل المطبخ وبقت ناشفه تماما، هرفع عليها معلقة دقيق، لإما دقيق عادي أو دقيق ذرة، واخلطهم مع بعض بالشكل ده. وليه نشفنا البطاطس من السوائل اللي عليها؟ علشان ما تكونليش طبقة مع الدقيق أما أجي أحطه. أنزلها في مصفى عشان أنزل أي دقيق زيادة منها، وكده تبقى جاهزة للقلي عندي. وفي حلة على النار هكون حاطة فيها زيت بارد، الزيت لسه مسخنش معايا، هروح منزلة في البطاطس بالشكل ده. والزيت يكون بارد عندي، انزل فيه البطاطس لحد ما الزيت يبتدي يسخن ويسوي البطاطس عندي. ابتدى الزيت يسخن، ودي البطاطس المقرمشة بتاعتنا. سامعين صوت القرمشة اهي؟ وتتقدم بالشكل ده وبالهنا والشفا.